بداية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تندوف، تدعم المستشفى المختلط سي الحواس بتجهيزات طبية حديثة وزعت على مختلف الهياكل الصحية للمستشفى، تجهيزات سيكون لها الأثر الإيجابي على سكان الولاية وتحسين الوضع الصحي للمرضى. محمد لجرب رصد التالي. تجسيدا للقرارات اللي انبثقت عن الزيارة الرئيسية للسيد رئيس الجمهورية ولاية تندوف، التي أعلن فيها السيد رئيس الجمهورية بأن ولاية تندوف ستكون إن شاء الله قطب اقتصادي بامتياز. وبعد الزيارة التي أوفد بها السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الصحة لزار ولاية تندوف، كان الهدف هو أنه نضمن ويوفر تجهيزات حديثة لفائدة المستشفى المختلط بتندوف. اليوم شهدنا الحمد لله على تنفيذ العملية اللي فاقت 6 ملايير سنتيم، انبثقت وجسدت العديد من التجهيزات الحديثة اللي صرحوا الأطباء الأخصائيين الموجودين في المستشفى بأن هذه الأجهزة الموجودة الآن في المستشفى تاع تندوف كاين البعض فيها مش موجود حتى في بعض المستشفيات الكبيرة على مستوى الوطن. اليوم رانا دعمنا بأجهزة في إطار جهاز في مصلحة الأشعة وكذلك مصلحة الجرحى، واللي غادي يكون لها الأثر الإيجابي لسكان الولاية في إطار التكفل الأمثل بالجانب الصحي.